خليل بدر الدين كان شابا حينما دخل مجال التمثيل لأول مرة في نهاية الخمسينات، واشتهر بأداء أدوار الشر مثل دور الشاب الغيور في فيلم وداعا يا حب عام 1960، ودور الشاب الثوري في فيلم في بيتنا رجل عام 1961، لكنه فجأة اختفى وابتعد عن الأنظار. ورغم أعماله القليلة جدا جدا واختفائه منذ أكثر من 50 عام، إلا أن ملامح وجهه وأدواره ما زالت تارك بصمة في أذهان مشاهدي السينما المصري. الفنان خليل بدر الدين من مواليد 12 ديسمبر عام 1929، ولا نعلم شيئا عن دراسته، وخاصة أنه دخل مجال التمثيل وهو في عمر 30، وذلك بعد التحاقه بمسابقة للوجوه الجديدة في مجلة الكواكب. ويقال أن الفنان خليل بدر الدين كان يمتلك استوديو تصوير في منطقة شبرا، واسمه استوديو خليل في شارع الترعة البولائية. كانت بداية الفنان خليل بدر الدين من خلال فيلم عودة الحياة عام 1959 مع أحمد رمزي ومها صبري ومحمود المليجي وسميحة أيوب، وقد ظهر بالعمل في دور عزت الذي يتاجر في المخدرات، ويورط معه صديقه الموظف البسيط حسين الذي قام بدوره محمود المليجي، والذي يضطر للعمل معه كي يلبي شراهة زوجته تحية التي قام بدورها سميحة أيوب للمال والنعيم. وقد غاب الفنان خليل بدر الدين عن الساحة الفنية ولم يعرف أحد عنه شيئا بعد مشاركته في آخر أعماله عام 1968، إلى أن جاءت أخبار وفاته منذ 5 أعوام. وعليه فإن تواجده الفني لم يدم سوى 9 سنوات أثمرت عن 9 أعمال سينمائية فقط، أي بمعدل فيلم كل عام. ويذكر أن فيلم عدوية هو آخر مشاركات الفنان الراحل السينمائية، وهو من بطولة ناهد شريف ومحمد رشدي وحمدي أحمد. رغم أن أعمال الفنان خليل بدر الدين تكاد تعد على الأصابع، إلا أن معظم مشاركاته يمكن أن نقول أنها كانت مع الدونجوان رشدي أباظة والفارس أحمد مظهر، حيث شارك في فيلم صراع الجبابرة عام 1962 مع أحمد مظهر ونادية لطفي، وهو فيلم مصور في رفح والعريش عن الصراع العربي الإسرائيلي، وقام فيه بدور ضابط مصري. وفيلم النضارة السوداء عام 1963 مع أحمد مظهر ونادية لطفي وأحمد رمزي وثناء مظهر، وفيه أدى دور والي أحد أفراد شلة نادي نادية لطفي الفتاة الأرستقراطية التي لا هدف لها في الحياة. وكذلك شارك الفنان بدر الدين في فيلم الست البنات عام 1961 مع رشدي أباظة وهند رستم وعبد المنعم إبراهيم، ونجد فيه في دور حمادة صديق بطل الفيلم رشدي أباظة. فيلم في بيتنا رجل كان عام 1961 مع زبيدة ثروت وعمر الشريف وحسين رياض ورشدي أباظة وحسن يوسف، وفيه أدى الفنان خليل دور مختلف عما اعتاد عليه، وهو دور الطالب الجامعي السائر المتعاون مع بطل الفيلم إبراهيم حمدي وآخرين ضد النظام الإنجليزي والنظام الملكي. أما فيلم حب وحرمان عام 1960 مع رشدي أباظة ومها صبري وحسين رياض، اقتصر دوره على الاصطدام ببطلة الفيلم إلهام الموردي بدراجته أثناء خروجها غاضبة من عند خطيبها وابن عمها أسامة الموردي. أما الفيلم الأبرز في حياة الفنان خليل بدر الدين الفنية فكان فيلم وداعا يا حب مع المطرب محرم فؤاد ومريم فخر الدين، كما شارك في فيلم الحب الخالد عام 1965 مع هند رستم وعماد حمدي، ولم يشارك في أي أعمال تلفزيونية أو حتى مسرحية أو إذاعية تذكر. رحل الفنان خليل بدر الدين عن عالمنا في يوم 22 مايو من عام 2017 عن عمر يناهز 88 عام.